مرحبا شباب، اهلا وسهلا بكم وكيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا هذا الفيديو راح يكون اول فيديو فيسكام، يعني سويت من قبل فيديو فيسكام لكن ما عجبني لي لاني كنت اسجل فيسكام من الهاتف شباب نفسه، يعني من التطبيق يسوي لك يعني فيسكام من كاميرا هاتفك، لكن خلاص ضبطت شباب الوضع والان انا العب لكم شباب جراند. نعم هاي شوفوا، ها اوكي قاعدين تشوفون، نعم انا قاعد العبها المحسنة. نكمل تختيم يا حبيبي، ايش رايكم في الفيسكام؟ قولوا لي شباب في التعليقات في الاسفل. نعم ولا تنسوا اللايك والاشتراك وايضا انشروا المقطع في كل مكان. هذا اول فيسكام شباب، راح تلاحظوا الجودة يعني لا بأس بها شباب، كأول فيسكام يعني لا بأس بها الصراحة، وفي المستقبل اكيد نتطور شباب في الجودة اكيد هذا. لكن ايش رايكم في اول فيسكام يعني هكذا رسمي شباب راح نعتمد عليه، يعني ايش رايكم فيه؟ بالله الله رهيب. يلا دخلنا. هذه اسمها K2B لوري، اوكي ما يهم الصراحة اسمها. يلا اوكي هذا شباب ذاك ووزي. نعم والله رهيب، احس الصراحة بالغرابة اول مرة اسجل هكذا، توجد يعني امامي الرينج لايت والهاتف ذاك. كما شرحت لكم اللي ما شاهد ذاك الفيديو شباب، نعم فيديو وريتكم شباب، نعم معدات التصوير الخاصة بالجوال وهكذا ضبطنا الوضع. نعم وان شاء الله المكتب شباب جاي في الطريق، راح اسجل لكم مقطع. نعم والله راح تستمتعوا، راح اضبطكم انا، انتم ايضا ضبطوني لا تنسوا شباب. اوكي يلا خلينا نركز في الجيم بلاي شويه. يلا الكاتسين ما خلصت، تكلمت كل شيء وما قاعده تخلص. يلا يلا خلينا لا يعني تخلي المال اللي يقضي على الجو حقنا وهكذا. اوكي يلا لازم اتكلم، يعني تعرفون ما اسكت لكي لا تشعروا بالملل. يلا يلا متى؟ اوه اخيرا تكلمت مرت. اوه اوكي وش حنسوي؟ خليني اشوف الخريطة. يلا اوه المكان قريب الصراحة. يلا شباب مكان هكذا يبدو لا ادري رسمي او لا ادري، هنا دايما القى السيارات هكذا فاخره شباب في هذا المكان. نعم يركنون هنا، واو. وطبعا الفيس كام شباب اكيد راح نسويه في كل مقاطع، لا تحسبون بانه مقاطع معينه فقط راح اخليكم فيها الفيس كام، لا من الان فصاعدا راح تشوفون الفيس كام، راح تشوفون الرياكشن حقي شباب، تشوفون وجهي في كل المقاطع كيف اسجل لكم وهكذا. تشوفون يوجد الكثير يحب شباب يشوف يعني وجه ذاك اليوتيوبر كيف يلعب كيف يسجل هكذا. فنعم اخيرا تطورنا هكذا، اليوتيوبر يتطور شباب، يتطور شوية شوية حبة حبة. نعم يبقى يتطور. اوكي يلا هذه المهمة ايش راح نسوي فيها؟ خلينا نشوف. نعم اوكي ما خطب هذه الفتاة، راح تركب هذه سيارتها. اوكي نايس جميل، سيارتها شباب وردية. اوه لا تقول لي نتبعها ام ماذا؟ ما ادري والله. يلا يلا اوكي اوه اوف اوف لا 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 ارجوك ارجوك انقص. اتوقع ذاك الخط اللي فوق ما لازم شباب اخليه يمتلئ. نعم لازم اتبعها من دون ما اخليه. اوكي ارجع ارجع لا 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 اوكي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا انقص 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 ارجوك. توجد علامة حمراء شباب، هي عبارة عن علامة حمراء يعني عدو شباب لازم اقضي عليها. اوكي اظن المفروض عدو، علامة حمراء يعني عدو. فيلا نتبعها نشوف وين رايحة. اوكي هي متوقفة الان تحترم الاشارات قال لك. اوكي يلا امشي امشي راح نقضي عليك واوريك الشغل الحقيقي. يلا يلا عجلي علينا ما عندنا وقت. اوكي ايه ايش هذا؟ تحركي لا تخليني اتنرفز. اوكي تحركت. يلا والله الاوضاع جميله شباب هنا لاس فنتورس. نعم والله يعني التفاصيل خرافيه هنا، تحسها متطوره ليس كمدينه لوس سانتوس وهكذا، يعني تحسها عاديه شباب ليست واو، لكن هنا متطوره، شاشات في كل مكان، اضاءات، كل شيء. اوكي يلا توقفت، راح نتوقف نحن ايضا. يلا ننتظر كالعاده. بالله شوفوا الاضاءه شباب هناك الكازينو، واو يا الاضاءه
والله خرافية جدا شباب. ابتعد، الله يقلعك، ابتعد. اوكي جميل، للآن لازلنا نتبعها. إلى أين ذاهبة؟ والله ما أدري. ارجع 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 بسرعة. أوه صدمت في التاكسي، التاكسي دائما هذا السواق حقه لازم ينزل شباب يتضارب معك، لازم. ولا مرة أنا رأيت شباب هكذا صاحب تاكسي في لعبة جي تي اي سان أندريس يعني أنت تصدم فيه أو تضربه أو أدري ما ينزل لك. نعم لما تضرب شباب سيارة التاكسي أكيد راح ينزل لك ويضربك، يعني ولا مرة شفته يعني ما يضرب، لازم يضرب ضروري هو فقط، لكن السيارة الأخرى يوجد من يهرب. أوكي كأنه صدم شخص، صدمت شخص. نعم إيه لا تحترم القوانين. ماذا؟ أوكي وصلت المكان مشبوه شباب. نعم راح أغبش لكم عليه أتوقع، نعم راح أغبش لكم عليه لأنه مكان يعني غير جيد نهائيا. يلا يلا يقول لك بأنه اذهب إلى هذا المكان، يلا سنذهب إلى هنا. أوكي ها نعم يلا. ماذا؟ أوكي دخلنا إلى هذا المكان. أوه ما هذا المكان؟ أوكي أوه ما هذا المكان شي، والله عيب الصراحة هذا المكان، يعني راح أغبش عليه أو راح أحذفه أتوقع، راح أغبش عليه، أغبش عليه. أوكي لأنه غير جيد نهائيا شباب. أوكي تغبيش الوضع، تغبيش لأنه هنا، وهنا شباب والله التفاصيل يعني كثيرة جدا، والله التفاصيل يعني قوية، فراح تشوف كل شيء يعني بجودة عالية، لذلك تغبش مليون هنا. اوكي يلا شدي التفاصيل يا حبيبي. يلا يا سي جي اخرج من هنا، انت رجال يا سي جي، لا تبقى كذا تسوي هذه الاشياء. اوكي الان نذهب الى هنا يلا. اوه لبس، اوكي خلينا نشوف الاوتفيت حق سي جي. وات شيت هذا اللبس، شوفوا شباب الله يقلعوا اللبس حقهم هذا. اوكي والله شكل المهمة هذه راح احذفها كليا شباب من الفيديو. ايش هذا؟ زائد بلس 35 او 45 شباب، ايش هذا؟ اوكي نزلت هذه الخارة شباب، لا ادري وش تبغى من هذا المحل، ليش دخلت اليه يعني ليش دخلت؟ ليش دخلت؟ ما ادري والله ما ادري. يلا راحت، الان كالعادة نبقى نتبعها. يلا نغير السيارة، راح اخذ هذه السيارة مركونة هنا. نعم يلا كالعادة شباب نتبعها. اوكي دازنا الشخص عادي. ايه ارجع الى الخلف، ارجع، لا نريد ان نخسر، وصلنا بعيد صراحة، لا نريد ان نعيد من جديد شباب. اخيرا والله اتبعتها لفترة طويلة، ايش هذا؟ اوكي يلا ندخل هذه التشيك بوينت، وصلت الى بيتها شباب. نعم ها هي الان نحن نراقبها تدخل. اوكي لقد دخلت خلاص، الان ايش نسوي؟ يقول لك the game will be arriving shortly wait. اوه wait ننتظر، يلا راح ننتظر ونشوف ما الوضع. هي ما وضع هذا رأس البيضة شباب؟ هذا عادة نلقاه في الريف وهكذا. اي ايش جاب هذا هنا؟ اتوقع هذا هو، في يده شيء عيب. ايه هذا هو اللي لازم نقضي عليه. ها يلا قضيت عليه. ايه لا تقول لي ندخل نسوي اشياء عيب. هي راح اغبش عليها، اكيد راح اغبش عليه. ايش هذا؟ اوكي نعم قضينا على ذاك الشخص، هو راح اغبش. اوكي تغبيش شباب مليون، تغبيش مليون. انا ايضا ما راح اشوف. يلا اوكي انتم ايضا شباب غطوا عين، اصلا هي مغبشة عندكم، انا ايضا لا اراها. كيف حالكم شباب؟ كيف الصحة؟ تمام يلا بخير الحمد لله. كيف رايكم في، انا قاعد ارمي عيني هكذا شوية ما ادري. يلا كملوا خلاص. هي ايش هذا؟ يلا خلص، الله يقلع ابو ذا الراس. ايش هذا يا سي جي؟ ما تعودنا عليك هكذا يا كلب. يا سي جي اخرج، لا نريد ان نسمع هذه الاصوات المقرفة، اخرج خلصنا يلا. اوه سي جي يا سي جي ايش قاعد تسوي؟ ايش هذه المهمة شباب اللي بدأنا بها الفيديو؟ اوه فضيحة. اوكي كملنا وظهر لنا قلب هنا. اوكي راح ناخذ سيارة الكلب هذه مغلقة ايضا. اوكي مثل القلب شباب اللي موجود في لوس سانتوس. نعم السيارة حقتها مغلقة ايضا هكذا.
اوكي الان ابتعد عن الشرطه، ابتعد ابتعد لا نريد المشاكل. سنذهب شباب الى مهمه اخرى، يلا بالعلامه الصفراء باللون الاصفر. هيا هيا بنا شباب المهمه اللي بعدها، يلا هذه هي العلامه الصفراء، هذه الدائره الصفراء. اوكي ما الوضع؟ You've had your sheeps. اوكي ووزي كالعاده كل ما كان نجده شباب في المهمه تلك. وهذه ايش هذا؟ حتى وغيرناها ونفس نلقاه شباب، ايش هذا؟ شكله لازم شباب مهمة حقه هذه، يعني هذا المكان حقه اتوقع، ما ادري كازينو هذا. اوكي قاعدين يلعبون شباب الاوراق هذه، حرفيا انا ما اعرف العب هذه العاب الاوراق شباب، والدومينو ايضا ما اعرف له نهائيا، وما فهمت له شباب، وما يعني ما حد يشرح لي ايش هذا الدومينو الاوراق، ما افهمه مش هكذا. هل يوجد شخص مثلي شباب ما يعني يعرف هذه الاوراق والدومينو؟ اوكي نايس. هاي هاي يا ووزي مشينا مشينا، سريع سريع سريع، عجل علينا، أمامنا مهمات، نريد أن نختم اللعبة يلا لكي نسوي أشياء أخرى. نعم وهكذا شباب، مقاطع، مودات الرعب، أشياء أخرى أيضا، أفضل 5 مودات، كل شيء كل شيء شباب، مقاطع ألعاب منوعة. يلا الآن يقول لك روح إلى وين وين. أوكي مدري وين، إيه إيه مدري أين هي شباب العلامة الصفراء؟ أن هنا. أوكي بعيدة شوية، يلا يلا مشينا شباب، رحنا إلى تلك العلامة الصفراء. يلا والله لا أدري لمدى، أحس أنها ستكون مهمة قتال وهكذا حرب شباب، ما أدري ليه، والله ما أدري، والله يبغالي أطول خط الدم الأحمر. أنا أنتم قلتوا لي شباب، قلتوا لي سوي هذا، لكن أنا ما سويت، والله لازم ضروري. أوكي يلا يلا ندخل إلى هذا المكان، يقول لنا أدخل. إيه يوجد هنا منشار، ناخذه شباب، يلا ناخذه، جميل خذه. اوكي غير غير، يلا الان ماذا؟ ندخل الى هذا المكان، يلا ندخل. اوكي والله في حسيت شباب، ما احساسي في مكان. نعم ها شوفوا، والله ايش هذا؟ يا كلاب يا كلاب يا غدارين، تعالوا انقلعوا. يا ربي ساخسر شباب مباشرة، ايش هذا؟ اوكي يلا هاو، شفتم شفتم. فوك اوكي يلا يلا شباب، يلا والله قضيت على اللي في الخارج. يلا هناك يوجد الكثير شباب، نعم هناك اتوقع، فيلا ايضا هناك فوق شباب يوجد الكثير، يلا ما فوق، لكن لا يمكنني ان اصوب عليهم، يمكنني يلا سريع سريع. نعم هكذا، يلا يلا حسب اني لا اراك، يلا ابلع بس. يوجد واحد هناك، تعال ابلع، لازم امشط المكان. اين هو؟ اين واحد في الفوق شباب؟ تعال انقلع انقلع، يا رب ويكونوا خلصوا يا رب. اوكي يلا، لا يوجد، قل لي. ها هو، تعال ابلع ابلع يلا. اوكي نبدا شباب، هذه الاشياء لازم نكسرها، راح ديم. اوكي يلا سريع سريع سريع، ايش هذا شباب؟ والله صعب المهمه، لازم ليش ما سمعتكم لما قلتوا لي سوي خط الدم الاحمر طويل، العب مهمه الاسعاف، ليش ما سمعتكم؟ اوكي خليني ابعد احتياط، لانه قد تنفجر شباب امامي واخسر، فيلا اوكي لازم احذر، الحذر شباب الحذر، الحيطة والحذر لازم ضروري. اوكي راح تمشى، اقدر من هنا؟ والله اقدر. اوكي بوم، مين يطلق؟ سمعت شخص يطلق، هنا هذه شباب لم اراهم والله. يلا يلا سريع سريع، خلصنا خلصنا. اوكي ها يلا، غدار والله، كلب غدار هذا اللي طلق علي الان. هيا شباب هيا، تبقى 3 فقط وننتهي، يلا اوكي اوكي راح. نعم 2 يلا، يا رب وما يجي شخص غدره،
يلا اوه جا، شفتم والله توقعت هذا، لازم تطلق وترى خلفك. يلا اثنتين فقط، سريع سريع يا سي جي، يلا لا تفشلني، يلا صعبة المهمة مع الهيلت هذا. اوكي تعالوا، اوه اتى شخص، تعال ما يخلصوا. وين جاي؟ وين يا كلب؟ مين؟ اوكي رح، يلا سريع اضغط، يلا ارجوك خلصني ارجوك. اوكي اوه يلا خلاص، خلصت. لا تقول لي اوه يلا، اتوقع اتوا، ارى سيارتهم في الخارج او كانت هنا، ما ادري. يلا فكني يا سي جي، فكني. يلا اوكي يلا، الان سيأتون صح، اعرف بانهم سيأتون في الخارج. اوه ها هو الكلب. تخيلوا نجوت بأعجوبة لا أدري كيف، وطشيت. أين هو؟ أين؟ قضيت عليه. يا هيلتي، تفلة وأموت. إيش هذا الحظ؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. افتح أرجوك، افتح. يوو شو راح أسوي الآن؟ أتوقع لازم أنزل من السيارة شباب، لازم لكي أخرج من هذا المكان. اوكي يا رب وما يكون غدارين في الخارج او شيء. يلا سريع يلا، لكي نفك سبرينت، يجري، خرج نسرق السيارة. يلا سريع، هيلتي ما يساعد، يلا اركب. واو نجونا بأعجوبة، والله ديم يا وليد، ما شاء الله، والله حظ شباب حظ. اوكي خلاص شباب وصلت، واو الحمد لله ارتحت. اتوقع هذه المهمة خلاص شباب، راح نلعب مهمتين في هذا الفيديو وخلاص، لاني حتى اعتاد هكذا على الكاميرا خلاص. اصلا شباب ليس هذا هو السبب، حرفيا اتوقع اني طولت شباب في التسجيل، نعم مهمتين طويلتين جدا شباب، قاعد اخسر فيهم وهكذا، حرفيا عرقت. واو 10,000. اوكي في الفيديو الجاي ان شاء الله راح نكمل شباب ونستمتع اكيد، فلا تنسوا شباب اللايك والاشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. نعم اول فيديو للفيس كام لوليد شباب، فيس كام الرسمي، نعم راح نعتمد عليه بداية من هذا الفيديو. نعم فيلا شباب انشروا المقطع في كل مكان، لا تنسوا اللايك والاشتراك ايضا، واكتبوا تعليق جميل ايضا. قاعد يغني سيجي، يلا شباب مع السلامة.